يا جماعة، آخر ساعات في عام 2020. المهم، الله يمسيكم بالخير يا جماعة. في وايد كلام في خاطري عن عام 2020 وعن عام 2021، فقلت ما في أحسن من هالوقت إني أسولف عن السنة الحالية والسنة الجاية إن شاء الله. فبسولف شوي بالسنوات الجاية. مثل ما الكل يعرف، يعني هاي مو شيء جديد إن عام 2020 صار فيه وايد من الأمور السلبية، لكن يا ربع في المقابل ترى في وايد أمور إيجابية. لكن إحنا للأسف يعني بعض الناس ما يشوفون الا شيء سلبي، الفيروس والحالات الوفاه اللي صارت وما ادري شنو. لكن في المقابل ترى في وايد امور ايجابيه. يعني مثلا ما بسولف عن الدول ومن اللي وقف هالازمه، لا بسولف عن الناس. الناس قامت ترتب اولوياتها. الربع اللي يرتب علاقته مع ربه، يعدل علاقته مع ربه، اللي يعدل علاقته مع اهله، مع ربعه. الناس قامت تشوف الاولويات. وايد من ربعنا من اهلنا تزوج الربع باقل التكاليف. تخيل الاعراس كانت توصل لانكم، الحين الناس قامت تسوي عرس خلاص في البيت بحدود 40-100 شخص. قبل لا لازم 500 شخص وما ادري شنو، والعرس يوصل مليون. ففي المقابل اكيد في اشياء سلبيه وايد، بس الحمد لله في اشياء ايجابيه. اتوقع اكثر الناس اللي تضرروا من الفيروس اللي خسروا في البزنس ماله، اللي بعيد عن اهله، مثلا هو في دوله واهله في دوله وما في تواصل بينهم، بس مجرد اتصال. فهاي اتوقع من الاشياء السلبيه اللي واجهت اكثر الناس. لكن بالنسبه حق الناس العاديين، ترى يعني في الدوحة أهون من الدول الثانية. ما صار عندنا حظر تجول وما في، يعني حتى فترة الحجر كان في تداول. أوكي مملة شوي، بس بعد أهون من الدول الثانية. هاي شيء وايد إيجابي بالنسبة لنا هني. عاد صدق كل شيء بصوب، واللي يتحلطم من بداية السنة لنهاية السنة هاي بصوب ثاني، واللي يسب واللي ما أدري شنو يحسسك إنه شنو، إنه اللي قاعد يصير هاي سيناريو شخص ولا مسلسل ولا. يا ربي كل شيء بيد الله. تخيل إن هالسنة كاملة يمكن عدت من عمرك وما سويت فيها ولا شيء يذكر، بس خيرة لك. تخيل شلون أنت. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لو علمتم ما في الغيب اخترتم الواقع. يعني تخيل انت لو تعرف شو اللي بتشوفها في المستقبل بتختار الحين الحاضر اللي انت عايشه. فاكيد ان كل شيء صار خيره. الشيء اللي اشوفه وايد ايجابي بهالسنه انه في وايد ناس تعلموا من هالسنه. ترى وايد اشياء، في اللي قوم له بزنس بسبب هالسنه، في اللي رتب امور حياته كلها بسبب هالسنه. يعني اتحداك لو ما تعرف الحين في واحد في بالك، من اهلك، من ربعك، من اي شخص تعرفه من دوامك، اي مكان، ما سوى شيء مهم في هالسنة، من زواج، من بزنس، من تخطيط بيسويه بس الأزمة تخف شوي. وايد أشياء. يعني أنا شخص والله العظيم إني أعرف أقل شيء خمس من ربعي أو من أهلي مغيرين وايد أشياء في حياتهم بسبب هالسنة، من زواج، من بزنس، من كل شيء. تخيلوا شلون. طبعا موضوع الأهداف هاي السنوي ما أدري والله من اللي حقق أهدافه بهالسنة، بس اتوقع ان الاكثر اجل الاهداف حق 2021. انا بالنسبه لي والله كان عندي ثلاثة اهداف. الرابع من الثلاثة اهداف، ولله الحمد حققت اثنين منهم. الثالث يعني ها يبي له تاجيل ان شاء الله. طبعا 2021 اهدافي اكبر، وايد اكبر الحمد لله من اهداف 2020. كم انا قلت والله 2021 اهدافي اكبر من 2020. ف بخصوص 2021 الناس وايد متفائله ترى من هالسنه، ومتى بنخلص من 2020 يلا نبي ندش. ترى ما تدري يمكن 2021 أسوأ. إن شاء الله لا. بس ترى صدق ما تدري، يمكن 2020 هاي نبذة من اللي بصير لك في 2021. فأنت يعني حلو، خليك متفائل، تفائل بالخير تجد إن شاء الله. حاسب ترى من الحين أقول لك، ترى ما يمنع أنك تجهز نفسك نفسيا حق أنه مثلا 2021 تكون تابع حق بعض أحداث 2020. ونتمنى أنه لا إن شاء الله يعني، بس جهز نفسك شيء نفسيا أنه ترى ممكن يعني يكون في أضرار تابعة من 2020. بس إحنا نتمنى أنها تكون سنة خير، وتكون سنة تفريج حق العالم اللي خسروا ب 2020، حق الناس اللي ما شافوا أهلهم، حق الناس اللي تضرروا من هالسنة. كنت أحس أني بسولف وايد ما في خلاص. المهم يا ربي والله صدق ما بيطول في الموضوع. تأكد أن أي شيء قاعد يصير لك هو خيرة لك. ما تعرفون الخيرة، تعرف إن شاء الله في المستقبل، ممكن ما تعرف، بس هو أكيد أنه خيرة لك. وما يمنع ترى أنكم تجهزون أهدافكم حق 2021. عندي أهداف والله يا ربع، والله الحمد يعني مخطط حق أشياء بإذن الله بتغير من موازين حياتي للأفضل. مو بزواج، كلش مو بزواج، يعني زواج يعني من ضمن القائمة من هني لين 4 سنوات قدام على الأقل بإذن الله. يعني هاي التفكير، أنت ما تدري الله شو كاتب لي بعد. هيقوم بضعف في 2021 ولا شو السالفة يا ربع؟ كل سنة أحط هدف إني بضعف، بس والله حاطة من ضمن الأهداف الدايت. أنا مو بحاطة ترى، للحين مو بحاطة، بس ممكن والله نبدأ من بكرة 1/1/2021. صح والله يا رب، تذكرت نقطة. تدرون بكل سنة يصير لي شيء مميز أو حدث مهم
يكون يعني مهم مجرى حياتي بشكل عام. 2016 شيء مهم، 2017 صار شيء مهم، 2018 صار شيء مهم، و2020 اللي مو بعاجبه وايد ناس هي تقريبا من افضل سنوات في حياتي، اذا مو بافضلهم اخر 5 سنوات اصلا. ترى في السنه بهالسنه صارت لي وايد اشياء مهمه لي، لا صدق يا الربع مهمه وايد لي. 2019 هي تقريبا اكثر سنه زعلتني باخر 5 سنوات، هي اللي اقل وناسه بالنسبه لي كانت. بس 2020 والله الحمد لله، لا ان شاء الله 2021 متفائل فيها تفاؤل. توك تقول لنا حد حاط اكيد جانب سلبي انه ممكن يصير اي شيء، ممكن اي شيء مخطط له يتوقف، ما تعرف انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد، ما تعرف وين الخيره في الموضوع. بس متفائل والله بهالسنه، يعني احس اهدافي بهالسنه هي اكبر اهداف ترى حاطها حق سنه جديده. ف الله يوفقني ان شاء الله ويوفقكم يا الربع، ويا رب يا رب يا رب انها سنه خير وسعاده وتوفيق ونجاح، وما نشوف فيها الا كل خير، كل شيء يونسنا. قول امين. والله يحفظكم يا الربع. يا الربع ادري قلت لكم قبل شوي بس لا، الحين ترى هالسنوات سيريس، واخر السنوات ان شاء الله بخصوص الموضوع. حطوا اهداف حق السنه الجديده 2021، ترى شعور حلو والله العظيم شعور حلو. مو بتحط اهداف ولا خلاص ان صارت وما صارت، لا حط اهداف واشتغل على اهدافك. واذا انت اصلا مو متعود وتشوف هالموضوع بالنسبه لك كلام فاضي، هو مو بكلام فاضي بس انت كسول، حط جرب شي، قول ان شاء الله بهالسنه بسوي 1 2 3 يا اخي، على الاقل 1 نهايه السنه شي اهدافك والله حققت 1 2، تحس انك انجزت، تحس ان هالسنه ما راحت من عمرك على الفاضي. فصدق والله يا الربع حطوا اهداف، ما تغشمر في الموضوع، حطوا اهداف.